أسرع من حل أول مثال بالشابتر 15 ومثال سهل بس يعني كثير بوفر عليك حل البروبلم. في عندي لود بي مربوط بدبل بولي، هاي بولي وهاي بولي، بكرة بكرة، تو ان اكستنسبل كيبلز. تو ان اكستنسبل كيبل يعني السرعة هون نفسها هون نفسها هون، يعني كيبل ما بيأثرش فيه. يعني بصراحة متذكر حكى لنا دكتور وجي انه السرعة متساوي، بس ما بتذكر اعطانا تفسير. The motion of the body is controlled by cable C، هاي الكيبل C، which has constant acceleration 22.86 والانيشال فيلوسيتي كذا directed to the right، سرعتهم هيك وكونستنت acceleration يعني قوانين حركة. حكى لي اول شيء the number of revolution بعد ثانيتين. طيب number of revolution احنا حكينا قانونها ان بدها تساوي ثيتا على 2 باي، ثيتا على 2 باي. طيب شو الثيتا؟ بدي احسب الثيتا بعد ثانيتين. يعني هسا انا ايش معي؟ انا معي ار نصف القطر، نصف القطر هذا 7.6 لانه هاك الكيبل سي وسرعه سي. فايش راح احكي له انا؟ انا عندي معطيات، المعطيات في دي ونفسها في سي، نفسها ار في سي. شو بدها تساوي؟ تساوي 30.48 سنتيمتر لكل سكند. بما ان السؤال كله بالسنتي خلص خليه سنتي. والتسارع لدي اي اور دي يساوي 22.86 سنتيمتر لكل سكند تربيع. طيب طلب من الانيشال فيلوسيتي. طيب هسه احنا حكينا انه الفي تساوي ار اوميجا، حكينا ولا ما حكينا؟ حكينا. ما احنا بدنا نوجد ثيتا فلازم نطلع اوميجا. فانا معي في ومعي ار، شو بضل معي؟ اوميجا. ففي اعطاني اياها 30.48 على ار بتعطيني اوميجا. شو الار؟ نصف القطر 7.62 بتساوي، انا احسبها 30.48 تقسيم 7.62 بيطلع معي 4 اوميجا، 4 راد لكل سكند. هي 4 راد لكل سكند اوميجا. هاي اعطاني هاي ايش؟ اوميجا نوت، لانه بالوضع الابتدائي، هاي بالوضع الابتدائي انا ما هي هذلك في اني السي والدي في انيشال. طيب شو حكى لي بعدين؟ بعدين معي كمان تسارع وطلع لي الالفا، معي ايه بدها تساوي ار في الفا. مش راح استعمل اوميجا تربيع في ار، لانه انا التسارع لليمين هو التسارع التانجنت مبين، يعني كان لليمين وهذا التانجنت على حبل. شو بدها تساوي ايه؟ 22.86 ار نفس الار انيشال الفا، فالفا بتطلع معي 3 راد لكل سكند تربيع. هاي ايش؟ الفا نوت. طيب بس بطبق قوانين الحركه، بدي اوجد ايش؟ هو حكى لي نمبر اوف ريفوليوشن، وحكى لي الفرع الثاني الفيلوسيتي والتشينج عند النقطه بي. طيب بدي اوجد له الثيتا. انا راح اقول له ثيتا، هسا ثيتا فاينل بتساوي ثيتا انيشال، اعتبر الانيشال زيرو لانه ما جاب لي السير. يعني ثيتا فاينل اللي بده اياها اوميجا نوت في تي. اوميجا كم؟ 4، وكم التي؟ 2 زائد نص الفا 3 تي تربيع، 2 تربيع. شو بدها تساوي؟ 4.28 زائد 4.5 في 3 6 زائد 6 تطلع معي 14 راد. هاي ايش؟ هاي ثيتا. طيب انا ايش بدي؟ نمبر اوف ريفوليوشن، بقول له ان تساوي 14 على 2 باي، بيطلع معي 14 تقسيم 2 باي، بيطلع معي 2.28 بلف 2.28 ريفوليوشن. تنساش الوحدات، ايش هاي؟ هاي عدد الدورات. طيب الفرع الثاني طلب مني الفيلوسيتي والتشينج لما وصل اللود عند بي، لما وصل اللود عند بي، اللود عند بي شو راح احكي له؟ اللود عند بي بدي استعمل، هسا انا معي اللود عند بي ناقصني اوميجا، اوميجا عند بي، اوميجا بعد ثانيتين. كيف تطلع الاوميجا بعد ثانيتين؟ نعرف انه اوميجا فاينل بساوي اوميجا انيشيال زائد الفا تي. اوميجا فاينل مجهولة، اوميجا انيشيال طلعتها 4 زائد الفا تي، الفا كم؟ 3، وكم تي؟ 2، 4 زائد 16 راد لكل سكند تربيع. هاي راد لكل سكند، هاي اوميجا فاينل.
اوميجا فاينل يعني عند بي، لانه هو حكى لي اللود عند اللود بي كم بصير بعد ثانيتين. فايش انا بدي اطلعه السرعه والاليفيشن كم في بي تساوي ار في اوميجا. اي ار باخذ ار الثانيه اللي هي ار الثانيه اللي هي هيها 12.7. انا عند بي هاي بي، هاي نصف فطور البي هاي ها بي. خلنا نحكي له ار في اوميجا في بي تساوي ار في اوميجا 12.7 في اوميجا اللي هي 10، بيطلع معي 127 سنتيمتر لكل سكند، لانه السؤال كله بالسنتي. طيب ايش طلب الفرع الثاني؟ تشنج ان اليفيشن معي الثيتا، معي الثيتا فاينل ومعي الار، بطلع الاكس بطلع الواي، هو تشنج ان اليفيشن نظر ارتفاع واي تساوي ار ثيتا. تكشف شو بدها تساوي ار 12.7 ضرب ثيتا، ثيتا اللي هي 14، 12.7 ضرب 14 كم بيطلع؟ 12.7 ضرب 14 تطلع معي 177.8. 177.8 لوين طبعا؟ لوين؟ هسه هذا بلف لليمين فراح يرفعه لفوق، اتجاهه فوق، وحركة الهذلاك مع عقارب الساعة يعني بالسالب. طيب الفرع الأخير، في الأخير شو طلب مني؟ طلب الأكسلريشن at point T. قلنا لما يطلب مني أكسلريشن عند نقطة بطلب مني أكسلريشن، فعند البوينت D، عند البوينت D هاي D راح يكون لها تسارعين، نورمال نورمال وتانجنت، تانجنت ونورمال. طيب تسارع دي، تسارع دي متى؟ بعد تسارع دي عند ال لما الزمن صفر، يعني نأخذ اوميجا انيشال والفا انيشال، كل شيء انيشال. بنعرف انه التانجنت طلعته انا، طلعت 3 رات لكل سكند تربيع، هاي الالفا. فانا ايش بتطلع الاي؟ الاي معي 22.86 لليمين. طيب هسه بدي النورمال، نحن بنعرف انه A نورمال بساوي اوميجا تربيع في R، اي اوميجا الانيشيال. شو الاوميجا الانيشيال؟ 4، 4 تربيع في كم؟ في 7.62. ليش اخذت R هاي؟ لانه انا حكالي عند النقطة دي، النقطة دي نصف قطرها هذيك، 4 تربيع ضرب 7.62 بيطلع معي 121.92 سنتيمتر لكل سكند تربيع. طبعا وين اتجاهه؟ للاسفل باتجاه المركز. انا ايش بدي؟ ايه بشكل عام باخذ الماجنتيود. طبعا السؤال هون غلط بالكتاب، اعطاني اياه 30 وشي كانه، هذا خطا بالكتاب، يعني بتحكوا عن الدكتور وجيه عندي خطا. 121.92 تربيع زائد اللي اعطاني اياه بالسؤال 22.86 تربيع بيساوي عدد، بعدين ناخذ تان الفا تان ثيتا. شو بيساوي؟ بيعطيني او الفا مش مالش فيها، انه باي زاويه دائما لما تطلع ماجنتيود طلع له زاويه كم؟ 121 تان انفرس، هاي الفا تساوي تان انفرس لا النورمال على التانجنت، تطلع معي زاويه مثلا كذا باتجاه كذا، حددوا الاتجاه هيك او هيك، اذا طلعت معك سالبه يعني حسب الاتجاه، هاي زي هيك الاتجاهات. هاي حل السؤال كامل، هاي حل السؤال كامل، هاي نمبر اوف ريفوليوشن. طلعت الثيتا من الثيتا من هون قانون قوانين الحركه، طلعت الاوميجا والهاي، فسرتهم كلهم بالفيديو، وان شاء الله سنرجع الفيديو الجاي.